حوالي الساعة 10 الصباح. يس. ضعف قاعدين ببيوتها وكذا، فجأة سمعنا صوت الطيارة. نحن بالعادة لما بنسمع صوت الطيارة بنهرب كلياتنا على برا البيوت كلياتها. نحن عندنا صعوبة بالمواصلات كثير كثير، لأنه السيارات ما في وهيك. ففي سيارة موجودة حطينا اللي انضربوا كلياتهم فيها فوق بعضهم، وطلعنا فيهم لأنه ما في مشافي غير هنيك كان بوقتها. كتير شفنا حالات، في حالات فظيعة مثل ما قلت لك، في حالات عن جد إنه أطفال لو ما إنه صابوا، يعني هن لو ما انصابوا بالحرب إنه حيصابوا بشغلات تانية. حسيت حالي هلا إني عم بعمل عملي الإنساني، هو إنه برضه هلا أنا عم أقدمه. So mainly we focus primary healthcare activities really along the border and secondary healthcare, emergency healthcare. In this area where we can receive patients. هلا هو المشكله الكبيره، هلا اغلب المشافي حتتقبل الجرحى، بس مشكله النسائيه اللي هي التوليد هي عم يلاقوا كثير صعوبه، انه هن ممكن يتداووا على الطريق، ما في طرق مقطوعه وخدمات نسائيه ما في ابدا. والام اس اف استقبلت كل الحالات الحمد لله وانقذت ناس كثير. This is the sixth time we do the mobile clinic here. First we assessed the needs and they have no access to health. So there's only a pharmacy, and this pharmacy provides for free drugs, but there are very limited resources. And there's a quite big population here, and so we decided to start the mobile clinic. Quite successful. We have around 110 to 150 patients every time we come. It's once a week.